ضيفتي جريئة بالأغاني بالحياة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صريحة وأراءة واضحة جدا وعارفة حالها شو بدها من الفن ومن الحياة النجمة نيكول سابا موسوار اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك. مصور. مصور. يعني ما في احلى من انه نفتتح صار وقتها مبروك مع... 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 معك نيكول الف شكرا. مبروك ميلاد شكرا كثير لك اليوم حلقتنا نيكول كانت عن كلها عن تقدير الذات صح اللي بحب حاله اناني لا ولازم تعرف قيمة حالك انا دائما يعني دائما بقول بدك تبلش انت تعرف قيمة حالك حتى الناس تعرف قيمتك في كتير ناس ما لهم قيمة لحالهم يعني اليوم مش غلط مثل ما بتحب انسان او او شخص اخر تحب حالك اليوم ليه بس بتقول انا بعتبر حالي صديقه نفسي طب صديقتك مش بتحبها او صديقك فحب حالك اعرف ليش حالك. حالك ليش نيكول انه الناس بيعتقدوا انه يلي بحب حاله اناني وبيستكتروا طب ليه ليه اليوم مثلا ما بدي اقدر حالي ما بدي دلع حالي ما بدي ابسط حتى ما هو كلهم بيصبوا انه حب نفسك او اعرف نفسك او قد أد... قدر قيمه نفسك مم. ايه بيفهموها او او كأنه ما لازم تطلع علنا تقول انه ايه انا بحب حالي. حالي شو بتبين بل بل... طب... طب ليه بدي احب بنتي وامي وزوجي واصدقائي احب حالي بدي اعرف حب اذا ما اذا ما بالضبط طب طيب شو الحد الفاصل نيكول بين تقدير الذات وبين شوفه الحال؟ لانه في شعره في حد طب اليوم بدي اقول شيء كثير منطقي، اذا انا انسانه ناجحه وبعتبر او الاخرين بقيموني انه انا بفهم مثقفه بالحياه عم كل شيء شو الغلط شوي اذا بشوف شوي، ما عم آه. نقول كثير، اذا فسري عم نقول اذا هلا انت معك حق انه حط فاصل بين انه إيه؟ تحب حالك وتشوف حالك بس وات اف انسان بيستاهل عنده كل شيء بخليه شوي هيدا اعتزاز هلا اذا انا آه. عم بقولها بهالطريقه مش ثقيله في ناس بتقولها بشكل بنفر بس اذا انا عندي كل هالنجاح وكل هالطيبه وكل صفات جميله شو بيمنع شوي لكن انا شو بتميز لكان عن غيري لو ما عندي هذا الستب او هيدا الاد فاليو بشخصيتك كثير منيح انك انت ضويتي على على مشاعر مع انا على فكره ما بشوف حالي أيه بس عم نحكي انه وات اف يو هاف ات وين نيكول عم تحكي عن شيء كمان نحن لما كنا صغار كان عندنا اياه اللي هو الاعتزاز كنا نحب حالنا لما نعمل شيء حلو طبعا بس لما كبرنا نسيناه بس كمان لانه بتحسي وكانه نحن مشاعرنا ما كثير واضحه بين بعضها يعني ما بنعرف نفرق بين نحن الاعتزاز نحن وبين ضايعين ضايعين كيف نفرجي كمان هالمشاعر ميلاد ما بقى عنا يعني بتحس اليوم فقد هيدا فكره انه كيف اعرف حالي واقدر حالي هيد الساك... هيدا السايك يعني هيدا الثقافه شوي التهينا فيها من وراء السوشيال ميديا صار الانسان ما بيقعد مع نفسه وبيحكي مع نفسه ايه مش غلط تقعد تحكي مع حالك وعلى المراية وغلط حالي وانبسط ودلع حالي وحب حالي كل هيدي عم بحكي مع حدا مع حالي غل... مش مش غلط و... فما بنعملهم بقى هاو أه قديش بتسمعي كلمة مغرورة؟ بس بسمعها ليالي ما بيعرفني بس مجرد ما اقعد مع مع الشخص دغري بتسقط هيدي الفكرة أو لك ليش؟ يعني تعي يعني أنت بركي ملامحي بعدين يعني بركي يعني بقول شيء اليوم انت مش ضروري تضل ضلك قعده وجله لمين مكان يعني اليوم في انسان مثلا عنده اتيتيود معينه مش ضروري اللي ما بعرفه بدي على طول يعني انا صرت اليوم استمتع انه انا خليني اكون لغز للاخرين مش ضروري ما مش ضروري يكون اوبن بوك او كتاب مفتوح انه انت مثل ما تشوفني تعرفني لا انا صرت اقصد انه بدي ما اكون دغري سهله ال... شو بيقولوا التحليل الفهم. للناس الفهم. صار عندي بالعكس هيك انا بكون إنسانة انك تحللني جرب تخترقني جرب تتعمق فيني لتعرفني مش كون سهله ليه بدي اكون سهله ساعتها بكون مثل مثل الكل فاذا بيفكروا اني مغروره يمكن يمكن ما بعرف تخدم أه. تفكيرهم اصلا اكثر بس بس مش مزبوط هذا طب الحاجة. نيكول في فرق بعزه النفس باتيتيود بي ثقيل بين يكون مغرور مم. في هيك في تقل في شخصيه في حدود كلهم ساعات الناس بتفرق ما بتفرق انه لا منا غرور لا. ما برايك كمان لانه يمكن بعض المشاهير يصابوا بغرور والناس بتعمم انه نيكول سابا مشهوره متل فاذا مثل مثل هالمشاهير يلي مغرورين ليه بالعكس انا اللي بيعرفني من اول نهار لهلا مع كل الحمد لله اللي عم بوصل له واللي حققته واللي بعد بدي اعمله بس تقعد معي من لو من سنين لهلا بتلاقيني نفس الانسانة بسيطة وقت بدي اكون بسيطة أه شيك وقت لازم اكون شيك لبقة وقت اللي أه بدي اكون لبقة سوري اذا بدي اكون كثير زقيه مثلا يعني متعددة الشخصيات بس حسب الزمن والمكان وحسب مع مين ونزروف. وحسب مع مين بس هذا بده شغل صح إيه يعني أكيد. ما تقولي لي شهرة منا ملعونة يعني هي طبعاً. شوي هيك بدك لك الايجو ايه خاطفة خاطفة دغدغت لك الايجو تبعك بفترة من الفترات كرمال هيك بدك تقعد مع حالك وبدك تحكي وتراجع حالك لأنه يمكن أوقات اللي حواليك ما نو... شو بيقولوا مش أهل إنه ينوروك يعني ما عندهم الخبرة أوقات ما بيحسوا عليك بالعكس بزقفوا لك لتكون مغرور يعني هاو الطبيلة بيقولوا فلا لازم أنا أكون واعي دائما بقول نعمة القوة والإدراك وهالأشياء أنت بدك تكون أوير بدك تكون أنت واعي لها كيف اشتغلتي؟ فيها. هات الوصفه نيكول كيف اشتغلتي لما عليتي عن الارض ترجعي ترجعي اجريتي؟ عليت عن الارض, على الأرض بفخري بكل شيء انه بعمله، مش إيه عليت عن على الارض بـ بـ بالغرور والتصرف بس بفتره فيه. من الفترات يعني نجاحك مثلا ان كان نجاحك بلبنان، نجاحك بمصر انه الشهره تجي بسرعه، الناس عم تحكي، مواقع التواصل الاجتماعي لك ليه كمان ميلاد يعني انا اليوم الحمد لله يعني بخبرتي وشغلي بمصر تعرفت على نجوم كبار عم بحكي الكبار يلي <applause> يعني منهم استاذ عادل امام بلشت معه مينيموم يعني طلعت بعبر انه مينيموم اتعلم من هالنجوم يعني اليوم في كثير نجوم بطلوا متواضعين عم نحكي مش لقدام لأد... لقدام رهيبين هو المدرسه مينيموم اتعلم منهم صرت شوف يعني نماذج هو اللي يمكن تعلمت منهم كيف انا القط اعطيك امبرسيون انه انا عندي عزه نفس وهيدا اللي... مش مش غرور هذا فخر بارشيفي وما كون انه انا مغروره أوكي. تعلمت هالبالانس اذا بدك يعني يمكن من ورا من ورا هيك يمكن انا طلعت اليوم بهيدا ال... بهيدا الميزان اذا نيكول في صوره نمطيه بنشوفها عن المشاهير رح اوصف لك اياها اوكي سجاده حمراء نجوم ناس اضواء كاميرات تصريحات وبس نفوت على هالبيت عتمه وحده قله سعاده آه... تزييف ما في يعني ما في شفافية أول شيء ما في شفافية أنا الإنسان المش شفاف أنا ممكن يعني اتقبله ما لا. بعرف لأنه أنا كتير شفاف أنت بالبيت نفسك جو برات البيت أيه؟ نفسك أيه؟ قد انا برا طبيعيه بعد اكثر اكيد جوا بس ايه نفسي نفسي ما في هذا القناع ما في اني عم مثل كمان بقلب البيت طب ما انا جاية من برا من جو كله تمثيل مم. وشغل مين ممكن يعني ومع ذلك ما بتلاقيني بفرق يعني وتاكد سال اللي بيعرفوني منيح مقربين لإلي بيقولوا لك نفس نيكول كمان في صوره ثانيه اخرى انه منشوف بعض المشاهير بحطموا زيتون وصورتهم لصالح شهرتهم يعني باي معنى بمعنى انه بنشوف فيه عنده ثقه بحاله بيطلع بيعمل كونسرت بيغني قدام الملايين بس بيرجع بيرجع على الكواليس بيتعاطى مخدرات بيتعاطى بيدمر نفسه بيدمر نفسه ايه وهيدا انا بقول هيدي من صفات قله تقدير الذات قلة التقدير الذات انا بقول هيدي هي اللي بتلطش يعني بحس برا حتى تحديدا كلهم عندهم كلهم ملطوشين بهذا المود في الصاخب ليش؟ يمكن قد ما واحد بيصير بيشوف وبيوصل خلص بقى مش عارف بقى شو بده يعمل عارف بفوت بهيدا هيدا الجو الصاخب يعني ما بيكون عارف انه عم بدمر حاله لو هو عارف يقدر ويحافظ بالعكس على كل شيء بناه ما بيشو بقوله ما بيدفنه بايده بس بحس في صخب نعم. يعني يمكن هذا الم... يعني هذا اللي ما عنده سلام جواته، اللي ما عنده اراده اذا بدك، هذا الضعف نعم. آه يمكن بس اليوم اذا انت عندك عيله عندك طريق طويله تعبت عليها ممكن تهدها بثانيه نعم. ولو كرمال عائلتك على نعم. القليل انتبه يعني انا اليوم بنتبه على حالي كرمال بنتي وكرمال امي وكرمال جوزي قبل ما كرمالي نصير المجد نعم. والشهره نعم. يعني حكيتي لي كل عن السلام الداخلي انه اليوم بهالجو الصاخب بهالشهره الصاخبه بالاضواء ف... وين في سلام داخلي وكيف بتعيشي يعني عن جد يعني استوقفتني الكلمه لانه أيه طبعاً. يعني اذا هسه لا انت الوقت كيف؟ والمكان والتفرغ كيف؟ بدك تعتبره كيف اليوم الجوب تبعك انك تروح وتصور وتشتغل هذا بده يكون كمان مثل ما في يعني مثل كيف السبار هذا كمان بده يكون اساسي تعطيه وقته وتخلقه وتعيشه ما بعرف يعني كل انسان عنده طقوسه كيف بيعيش هذا السلام ثقه بالنفس على ايمان على بيجي من باس كمان تاخده من اهلك من تربيتك بس بدك تواظب عليه انا بقول بده مواظبه يعني انا دائما بدي ضلني محصنه حالي نعم. عندي عالم عندي طريقته وطقوسه انا كيف بعرف اعملها لا. بس بدي ضل اشتغل عليها من من مين تعلمت لانه بتروح بتخف نخسرها, نخسرها. ايه بتخف يعني من مين تعلمت تقدير الذات من والدك الله يرحمه ام من والدتك من الاثنين، بس اكثر شوي من الماما كيف؟ لانه كم... لانه شوي له. لانه كمان ربطته بالايمان انا رجعيني شوي يعني لطفولتك كمان ل... لوالدتك رجعيني لصورة هالمرأة يلي أنت كطفلة كنت عم تشوفي فيها رول موديل أو عم تشوفي فيها مثال يعني أنا كثير مأثرة بأمي وكثير تربية أمي أثرت فيي وإذا بدك طاقتها وروحانية كلهم هول بجعبتي أخذتهم وكبرت عليهم وعم ربي بنتي عليهم مثل ما هي كمان عم تربي بنتي يعني عرفت كيف؟ الشحنة كثير مهمة يعني اليوم صدقني أكيد المدرسة بس التربية والأم إذا أعطيتك باز كيف ما بكبك بالحياة تجي واقف تجي مأمن محصن مكمل هي مهمة كثير نيكول بتتذكري شي موقف بطفولتك اليوم إذا بتسترجعي بتقولي من هونيك تعلمت أقدر ذاتي يمكن والدتك والدك بتتذكري شي حوادثك موقف اعتزاز معين كيف حلوا قضية معينة كيف وقفوا لا كيف... بتذكر انه مثلا يعني يعني انا اليوم بعرف كيف لما بنقول المرأة اخت او الام هي صاحبة بالبيت هي ال... العمود لانه كان في ظروف كنت اوقات شوف ماما تقطع فيها مثلا قرار مثلا الاب يعني نقول عم بيشتغل برا مسافر في قرارات في تربية بدها تكون الرجال وبدها تكون المرأة وبدها تعرف تربي وكنا بظروف حرب وكنا كان في ظروف كثير وكنت انا صغيره فلا يعني هدول ما ممكن انا اشوفهم واتعلم منهم ما مم. ممكن ما ممكن لا. ففي مواقف ايه كثير كثير مهمه اخذتها منها جدا اليوم انت قلتيلي عم ربي بنتي مثل ما ربت امي مع انه إحنا مرات بنكون بننتقد تربيه اهلنا يعني بوقتها لا لا كيف عم بتربيها مثل ما ربتك امي؟ اكيد حلوه تخيل ب... يعني اما حلوين اهم شيء انه عندها الروح الحلوه انا اليوم الشكل بيروح وبيجي وياما اليوم يعني بتشوف صورك انت وصغير يمكن مش انا الحمد لله بس ياما بتشوف اوقات صور ناس بيتغيروا على مر الزمن هلا اليوم كله بيتحلى وكله مش هيدي المشكله عم نحكي الجمال ما مبيع بيعني انا ما عندي عقده الشكل ولا عقده المرايه معقول يعني ما بتعطي اطراء على شكلها ابدا انا ما بتعني شكلي اي بس ما بتعني لي ما عندي هوس قد ما الحمد لله عندي عندي جواتي ما يفوق موضوع الشكل م. يعني بعرف انه قد ما روحي بتواضع كثير عندي غنيه من جوا ما بوقف على شكلي من برا ف... فكيف بربيها أم... تعلمت الديسيبلين انا كثير بحب الديسيبلين الالتزام هذا اكثر شيء بحب أعلّمه عليه أه بحب علمها تقديرها للاشياء ما بحبها تطلع انسانه سطحيه وسخيفه انا ضد عقل. عقلي السخافه والسطحيه بالانسان ف ف ف هول 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 اشياء انه فاليوبل انا بحبها تتمسك فيهم مم. بالحياه صحيح ما بتخليها توقف على المرايه؟ انه ما بحب ما بحب يكون وصل المرايه خاصة لأنه بنته خاصة هي بنت فلانة وفلان يعني بجرب من هلا انبهها أو بلش ازرع فيها هول الأشياء اللي ممكن حس على مر الزمن قد يعملوا لها ليش لأنه لأنه طبيعي هي رح تطلع من عائلة فنية إيه ومن أب جميل وأم جميلة ويعني هي بهذا الجو فبلش من هلا انا انتبه وحصنها ونبهها هي مش منتبهه انا اللي عم براقب فعندي يعني ايز واتشينج اول ذا تايم خاصه بهذا الزمن خاصه ب به... ايه نعم شي أه... مره شكيتي نيكول بقدراتك؟ يعني عم شوف قدامي مره قويه حابب شوف المره دايماً الضعيفة دايما دايما بحلل الحالة نيكول ودايما الضعيفة. بشك نعم حابب شوف نيكول الضعيفة بعمل؟ <applause> لا قصدي <أصلي> بالحياة <شوف. تصفيق> يعني أي شي أي مرة شكيتي شي بس مرة بس ما ضروري ما ضروري فرجيك ضعفي ليه بدي فرج ضعفة فرجي ضعفي للاخرين؟ هذا فرجي لحالي ليش بت... ليش بتخافي؟ مش مضطرة ليه اليوم يعني نحن بس ليش هدا... ليه, ليه دايما نعم؟ ليه دايما هذا المجتمع انه لا اذا اذا امرأة قوية عن حق قوية لا ما بنرضى الا لما نشوفها ضعيفه هذا لنا هالعقد تبعنا انه نشوفها ضعيفه بس تنقول نحن إن انه مجتمع ذكوري لا لازم المراه هده ليه انه ليه بس تأرضي هيدا الغ... يعني تقرضي بالناس هيدا ال... هالنظريه ليه طيب انا حابرملك السؤال يعني ليه ليه اليوم ليه اليوم انه الرجل كيف متحمل مثلا مثلا عم نحكي مش عم بحكي عن جوزه يوسف بس ليه مين قال ما ما, ما بتريح له راسه اكثر ما بتشيل عنه هموم اكثر ما بتكون صار اخت رجال معه بالحياه اكثر المره القويه مين قال؟ ما غلطانين طب نيكول ليش نحن بنتباهى بنقاط قوتنا وبنستحي بنقاط ضعفنا؟ انا ما قلت بستحي بالعكس لا يعني عم بسألك انا اوقات الضعف قوه اوقات الضعف قوه بس مش مضطره ليه, ليه؟ ليه اليوم بدي ما للاسف اليوم في في شماته الناس، يعني ليه اليوم دمعتي مثلا بدي خليها تكون تعمل ترسم شو بيقولوا سخري او شماته بنظره الاخرين تجاهي اذا انا عارفه انه هن بدهم هيك ليه بدي اعطيهم هذا الشيء اه يعني الشيء؟ ليش بدي اعطيهم مبتغى مثلا خليني احتفظ انا بهالمومنت اذا انا عم بحسها لحالي مم. مين الناس اللي بيستاهلوا تعبري عن مشاعر الضعف تجاههم؟ اكيد عائلتي تبكي قدامهم عادي اذا 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 إيه؟ إيه؟ مقربينه اليوم يعني اليوم مثلا انا ويوسف كل ما بنحضر فيلم علبه الكليركس حدنا وهذا شو نحن ناس بنشتغل بالضمان وبنعرف نشوف ورا الكاميرا وبنعرف اذا كله تمثيل بس قد ما احسس مرهف بعدنا كل ما بتطلع عنه يوم يتفرج بنبسط بقول الحمد لله بعدنا بني ادمين لانه مم. وقتها بطل تنزل مع انك ممثل وابن كار مم. يعني انت صرت فعلا بس بالمهنه طالما بعدنا عم نحس ونحن اولاد هالمهنه يعني هذا كثير من بعدك انسان نيكول كرمال هيك انت حادة شوي على السوشيال ميديا انا حقانيه مش حد انا حاده وقت لازم اكون حاده طيبه وقت لازم اكون طيبه كتير بس انا مع اللحظه بس بحسك هيك بتقطع الخيط على السوشيال ميديا يعني منك ليك انا طب انا الأخذ انا انا شارب كثير شارب يعني انا حاجة. حدا شارب إيه؟ بالحياه ليه اليوم غلط اذا انا بدي اقول الحق وقته ليه ما بي... هذا نرجع على موضوع الضعف ليه بدنا نلف وندور مش ضروري لازم نكون على طول دبلوماسيه ومش ضروري لازم نلوفك كل... ليه الحقيقه وال... وال... والوضوح والصرامه إن... سوري انه تكون صارم, يعني ما بنتقبله حلوة هي عجبتكم نيكول لا يعني قصدت انا بتحسي ما في بحياتك اجت بمحل لو نيكول بس بتحسي بحياتك ما في رمادة يعني انا ايه ما عندي يعني يا ابيض يا اسود بس هذا بس هذا الشيء بيتعب بيتعب؟ ايه بالعكس هيدا هيدا وضوح واحد وواحد بيعملوا اثنين وبس ما في في خلص هون الديسيبلين هذا اللي انا تربيت عليه يعني, يعني والدتي المدرسه هون اللي والله تعلمتهم بس ايه انا ما بتقبل الغلط ما بتسامحي بسهوله ما... لا بسامح قلبي كثير طيب ممنوع ما سامح بس ما بقبل الغلط ما بحب الشواذ خلص هيدا ما هون بنرجع للمدرسه بنرجع للتربيه خلص في 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 اصول ما بتقبل غلط طيب الشائعات بت بت بتقللنا من تقديرنا لذاتها بتخوننا ثقتنا فينا بحالنا ام بتزيد ممنوع ممنوع ما كله بكمل بعضه الحصانه السلام الداخلي هو خلص بتتعلم انه تو ديباس طيب لكن نيكول لو ما كان زوجك النجم يوسف الخال وطبعا هو كمان عايش بعائله فنيه وانت يعني لو كان زوجك رجل لا يهتم بامور الفن خليني اقول اوكي برايك كنت هل قد كمان الشائعات ما تعني لك العائلة ما تعني لك أو لأنه كمان وجود يوسف أكيد بالمجال وجوده. بيعرف أنه الشائعات كمان هي ضريبة هالشهرة وهالناس بدها تتسلى أكيد و... لا أكيد بس ويمكن أنا شوي أقوى بهالشيء من يوسف شوي عن موضوع الإشاعات يعني أوقات يمكن يوسف بيتأثر أو كان بيتأثر قبل أكثر أنا يعني إذا بدك أعطيته هيدي الجرعة لأنه لا ابدا ما لازم يعني مم. يعني ما حدا ما حدا كامل نحن مش قديسين مم. وين المشكله اذا شي مره طلع إشي عن مثلا عطيت صوره عنك مثلا مش مزبوطه طب ما هي انت عارف ان اشاعه وضميرك مرتاح ما منو ما, ما تاثر فيك مم. ليه مش يعني انا من داي وان هيك يعني من نعم. من يوم يومي يوم ما في ما ما خلينا نحكي فيناش. عن اذا بدك اذا بدك هيك مثل كمان عنصرين مهمين المشاهير اليوم بيستمدوا اذا بدك شهرتهم من الناس صح؟ صح وبنفس الوقت بنسمع المشاهير عم بيقولوا انا راي الناس ما بيهمني كيف هي؟ فسري لي اياها بميزان نيكول سابا، راي الناس بيهمك او ما بيهمك؟ بيهمني اكيد لانه اليوم للاسف الورد ماوث وكلام يعني الناس كلمه لكلمه بتصير تعطي امبرسيون او تكون عنك صوره للاسف بيتاثروا فيها الناس صح ام غلط خلص صار في مجتمع شو بيقولوا جادجمنت دغري جادجمنت دغري, دغري, دغري للاسف ف فمش مزبوط اكيد بيتاثر الفنان شو بيقولوا عنه الناس لانه بحس انه يي فجاه فجاه هذا الصيت هذا الصيت كون عنك فكره للناس ما منيحه سقطت صورتك بنظرهم لا بيتاثر مش كلهم عندهم هيدي بنرجع انه هي الثقه بالنفس انه مهما يقولوا لا بخافوا لانه بتصير تقول انا عم بشتغل واعمل واعمل لتضل انه صورتي كامله او منيحه او بوزيتيف بتجي بكلام تنهد هالصوره او هالفكره عنك لا, لا بيتاثر كرمل، كرمال هيك بخاف اليوم مسلم مثلا يعملوا دور فيلان او تعمل دور فيلان او او دور, شخصيه يعني مكروهه دون... أيه. أيه. او, فتاه ليل او دور نصاب بيروحوا دائما على المضمون دائما هذه الصوره الحلوه حتى دغري يتعاطف دغري انه السهل السريع انه دور دغري بحبون الناس مين قال ليه لانه دائما هيدي الفكره انه لا اذا كرهوني بالشخصيه يعني صارت نيكول أذكره الفنان نفسه بخاف هون ممنوع توقف عليهم هول وتخاف مم. اي وصوت اي متى وصلتي لهيدا النضج نيكول يعني انت بتقولي مره مره قريت عم بتقولي شيء انه انا جرأتي لما نضجت جرأتي قلت لا مش جرأتي قلت يعني صرت بحسبها وبفكر مم. لما نضجت ليه لانه صار في عندي بيت صرت ام صرت زوجة أم يعني صار عندي حسابات اخرى مني بس لحالي هيدا هيدا دائما عندي بالمقام الاول لانه انا بعمل حساب لعائلتي للأنتراج اللي صاروا خلص عرفوا اني جريئه عندي جرأة مواقف عندي جرأة راي تعبير بس قبل كنت فسر اوقات كنت جريئه بغير اشياء يمكن شوي غيرتها لانه ايه صار عندي اعتبارات ثانيه بس انا بعدني جريئه بموقفي انا اكثر حدا صريح بنكون قاعدين مع الاصدقاء والاصحاب ببقى يعني بقول رايي بكل صار يعني بعد عندي بكل امور الحياه بس في غير ايه بس في غير اشياء صرت بعمل لها اعتبارات أكيد. مثل أه، مثل ما قلت لك كوني ام أه، الامومه أه، العيلة أه، أه، اكيد صورة البشر. معينة يمكن ستيل ثيابك، يمكن شوي بكليباتك بعمل مساجات كذا بس في اشياء اكيد بنتبه لها مم. لاني مش بس كمان لانه انا كمان نظرتي تغيرت يبقى في فاز انت اليوم المرأة عم تقطع فيها هيدا اللي بدنا نحكي فيها في فاز معينة المرأة بتبقى اليوم شو بتشوف فيها؟ يعني اليوم شو نظرتك لحالك؟ اليوم اليوم بقدر جمالي او شكلي غير ما كنت قدره قبل لانه عم بندى صرت بحلله وبعرف كيف ابرزه اكثر لانه صرت واعيه وفهمي مفهومي للجمال بيتغير مفهوم ابراز انوثتي بتتغير كيف قبل ما كنت بعرف فطبيعي بتقطع بهذا الفازل شوي اذا بدك فجه ف... لو ما كنت جميله هالقد كان ممكن يكون هيدا هو حديثك هلا بهيدي الثانيه عن جد تعي نفكر فيها يمكن. عم نحكي لو يمكن. عم يمكن لو انا مستضيف نيكول وما عندها المعايير الجماليه برايك كان نفس الحكي رح يكون يمكن ما بيكون عندي اكيد هيدا الثقه اولى بهيدي الطريقه م. اكيد سو so فاذا كمان الجمال بحد ذاته مفتاح وباسبور مفتاح يعني. مهم بس يكون عندنا كمان ثقل الروح والنفسيه والكاركتير مش بس اكيد اليوم م. في كثير نساء بتقعد معهم حلوين بس ما فيك تعبي ما في دسامه ما بتعبيلك راسك ما بتعرف تحكي معها على بعضها مقاب... مو... يعني عرفتي قصدي في مثل بيقولوا بيقولوا بعض يعني في مثل يعني ما بعرف بدي اخذ بدي اخذ رايك فيه بيقولوا انه ما في مرأة في رجال ضعيف شو رايك انت كيف ما في مرأة قوية في رجال ضعيف لا ليه بلا في ر... في في مرأة قوية ورجال ضعيف والله انه في مرأة وفي رجال ضعيف وعكس وفي عكس ايه اكيد في يكون مرأة قوية ورجال قوي ومع بعضهم حسب عم عم نحكي كيف شو القوه على فكرة يعني المرأة الذكية نويت تخلي قوة شخصيتها تطغي على كاركتير الرجل بذكائها بتعمل كمان ميزان ما تنفره او تكرهه بقوه شخصيتها هون الذكاء وقلم من داي ما بيفكر يرتبط فيها ما هي ما هي هي فتره زمنيه <مشفق> فلو ما هي ذكية كيف تعرف تعمل ميزان وإمتى ترخى وإمتى تشد المرأة القوية مش ضروري <تضبوا لبعد العرس> المرأة قوية بمواقفها بمجتمعها إيه بشغلة لازم تكون قوية بس أكيد بحياتها وبتربيتها لأولادها بدها تكون قوية بس مش بدها تكون قوية على رجالها أكيد وإلا ما بتعمر العلاقة شو بدنا نضحك على بعض ممتع مم. الحوار معك نيكول <تصفيق> 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 نيكول عم نحكي هنا يعني قبل شوي عن حقوق المرأة وعن مطالبتها وحقها في بعض الناس بيعتبروا في مغالاة صار عند النساء بمطالبتهم على حقهم و... وكأنه بشوفوا صار فيها بهيدي القضية يعني اتاخدت ب... بغير منحها حتى بنشوف بعض الناس بيقولوا انا ضد المساواه بين الرجل والمراه بدي اسمع انا رأي مش قصة سابق. انا مش قصه ضدها بس انا مع المراه دائما تكون مراه والرجل يكون يعني ما نتعدى انا م. ليك انا يمكن بالعكس تفاجات فكرني انه في حدود بس للشياء. ما هيدي كمان هيدي الشغله ما انا مفهوم نيكول هيدا نفسرها معك لانه كثير بيقولوا انه انا م. مع المره مره والرجل رجل ايه. ليش هي شو شو هي يعني كيف يعني ما فينا يعني ما فينا هالقد تحدد لك اياها بس انه يعني صرنا صارت مثل كانه مزايق عرفت كيف؟ يعني صرنا انه لانه عم نتطور ولانه ما بقى في حدود وصار في يعني فايه خلص صارت هيك مثل مثل كانه موضه لا مو ضروري يعني ما ضروري اذا انا اليوم بوحي لك اني جريئه واوبن أو وقويه أو وقد حالي انا اكثر انسانه بيستحي انا اكثر انسانه يمكن عندي ليميت وضوابط وضوابط بيتم بس بي ضروري بتربيتي أعرفه. يعني شو يعني يعني انا ما بطلع عن الاصول يعني في في اصول في تفاصيل ايه يعني ايه. مش ضروري لا يلا انه لازم ننتفض على الفاضي انا حاسس كانه صايره هيك عم بتصير مثل صرخه وفش اكثر ما هي مدروسه مننا كثير هيك عرفت كيف على اصولها ممكن تكون جاي من قله تقدير المرأة لذاتها لانه يمكن هي حاسه حالها ضعيفه كمان ما تنسي انه يعني اليوم انا امام مرأة قويه يعني امام مرأة حاسه حالها قويه, حاس حالة مرأة قوية. مرأة حقنية. انا مرأة حقانيه انا مرأة حقانيه ليش قويه؟ بشو قويه؟ مم. يمكن قويه اني عم بتجرأ قول هيدا الشيء بس مش قويه انه فائده ما انه فائده بعرف كثير منيح يعني عرفت شو مش فائده انوثه مش فائده أه بعرف كثير منيح وهيش كيف استعملها وهيك كيف استعملها بس انوثه بس انا عم اقول على تقدير الذات لانه هون انا عم برحش لشوف على تقدير الذات لانه هيدا هيدا هو اذا بدك العوامل يلي يعني اليوم اذا انا بدي اشوف انسان عنده انخفاض بتقدير الذات ولا لا بشوف قديش بهمه راي الناس قديش بهمه مظهره الخارجي مؤثر عليه صح بسب، بيسب قديش بيحط على حاله اللوم على مشكلاته صح. ايش بالمعتقدات عن حاله سيئه انه هو بحس حاله سيء وما بيستاهل صح. هو شخص مقدر مقدر ذاته عشان انا اليوم عن جد يعني رساله معك لكل هالصبايا يلي بيشوفوك انت كرول موديل وبيشوفوا غيرك من من المشاهير كارول موديل يعرفوا انه هن كمان ذاتهم ما بينقصهم شيء صح ما بينقصهم شيء بانه يحبوا حالهم بس يا ميلاد و... للاسف اليوم هيدا الزمن يعني انا سافرت واسست كارير برا والى اخره تغربلت اذا بدك هيدا هيدي الخبره اللي انا بحملها اليوم الحمد لله وتاكلت على حالي واشتغلت بكير وكنت اندبندنت على بكير وساعدت اهلي ولليوم والى اخره بلاقي هيدا الجيل للاسف في في فراغ وسطحيه كمان مش هين يعني قد ايه الزمن عم بيتقدم بس ما في هذا حس المسؤوليه يعني ما بعرف في شيء مفقود ما يدري ملهيين بالسوشيال ملهيين باشياء ما لنا دو فالور للاسف ما قيمه نحن ما بعرف بتحس نحن وقتنا نضجنا كنا كنا عن جد على بكير بتلاقي بنت 13 14 سنه صارت فجاه مسؤوله وفهمانه و... وبتفتح بيت كانوا بيتجوزوا على بكير اهالينا ولا بيجيبوا ناس يساعدون ولا بيجيبوا بون ولا ولا بيطلعوا والشب كذلك بتلاقيه كان رجال صغير رجال البيت هلا وين عندك بتحس ما في هيدي المسؤوليه ب... معرضين يدغري يتغربلوا بالمجتمع و يعني ما في ما بعرف ليه ما في هالمتانة ما في هيدي الارض الصلبه يلي تطلع منهم ما بعرف للاسف هيدا شيء بخوف على قد ما بزعل. فوين عم تحكينا نقدر حالنا ونحلل و... وتلاقي هذا المخ اللي يطلع من هالكيان وين؟ في كثير اشياء قبل لازم تنعمل طب اذا اعترضنا انه التغيير بده يصير بالبرلمان ونحن هلا على ابواب انتخابات بتترشح نيكول يعني لا انت... ليش؟ خليني ب... خليني بهم بهموم اخرى يعني هلا طولت برايك قادره المرة تحكم بلد؟ ايه طبعا قادرة ايه طبعا ما بينقصها شيء ابدا بيسمحوا لها للمرة تحكم بلد؟ وانا هلا عم عمم وحرف لانه اعترف بيسمحوا لها بالغيب ايه هيدا لانه هي هيدا ما رح ما راح نوصل لمرحله يسمحوا لها بالمطلع عم نحكي ولا لبنين بالفعل لبنان ايه ليه ما بيسمحوا لها؟ ايه بتشوفي يعني انت بتتاملي انه انا بلاقي انه هي قادره اكيد في نماذج كثير يعني بس انه م. ايه اكيد قادره ايه بس ضل ضل حس انه دائما المجتمعات العربيه تما تما نتخطى هذا الشيء منضل نمشي مثل ما بيقولوا و... نيكول قبل ما يعني هيك نختم حلقتنا لليوم يلي كثير هيك رحنا فيها على مطارح ما يم... حكينا فن لا شو حلو أو نعمل شيء أو بس بدي بارك لك بجائزه بياف ميرسي ثانك يو انبسطتي للجائزه؟ اكيد <applause> اكيد اكيد بشكر بياف طبعا يعني ايفنت مرتب وعريق ومبسط انه يعني يمكن زمان كثير بلبنان ما تكرمت كانت بياف وحلو التقدير اكيد اليوم على على مجمل اعمال على سنين على تعب كونت اسمك اسست برا قلت انا دائما الناس بتفكر انه العاده انك تنطلق من بلدك بس انا يمكن اليوم اسست هالكارير ببلد ومجتمع اخر لمتلقي او جمهور ذوقه كان مختلف وبلهجه مختلفه هول كلهم كانوا كتير كتير صعبين فمينيموم انه يطلع تلاقي مني بعد هالسنين اذا بدك انه اخذ اذا بدك هالخبره الطويله إيه. زميلاتك فيها لا, لا في البعض ايه يعني على السوشيال ميديا مش زميلات يعني اذا بدك اعلاميين او زملاء اكيد بشكرهم فردا فردا يعني واللي ما باركوا مما يشكون الله يسامحهم <applause> من قله التقدير ما, ما يباركوا بس اكيد عرفوا يعني شو؟ شفتي انه بضل في بهال... بهالعالم أكيد. الشهرة طبعا كزا. اكيد بتباركي انت لو حدا تاني اخذ؟ اذا حدا قريب مني، يعني ما ب... ما بحب كمان بين انه انا اليوم مباركتي غريبة او اوت انه اوت اوف ذا اذا ما بتحكوا يعني اذا معتوه. ما في ايه فيمكن من هيك بفهم انه يمكن اللي ما باركت لي او وات ما في س... يعني ما في صلة وصل بيني وبينها او علاقة او شيء تتبارك لي يمكن اهتميتي تعرفي شو اراء الناس باخذك للجايزة؟ لانه يعني بعرف انك مبسوطه فيها بس مثلا بتهتمي تشوفي مثلا شو قالوا شو رايهم ولا كمان لا ما ما فكرت فيها ما فكرت فيها لازم لا عم بسالك لا بس انه حسيت يعني حسيت انه في كتير معظمهم مبسوطين، يعني مم. ما في حدا ما شفته قال لي اتس اباوت تايم، انا الاوان ومينيموم يعني على السوشيال ميديا تويتر مثلا انه مينيموم بعد كل اللي عملتيه انه خاصه هالايام بنلاقي يلي خصو واللي ما بيلبق له ياخذ جائزه بياخذ جائزه، فما عليه انه اليوم عندي ارشيف مع كبار النجوم، مسيره طويله بمصر، لا. ام الدنيا، آه كثير يعني ف... فايه ليه ما بده واحد يكون عم بيقدر الاخر نعم آه؟ نيكول في ناس لسبب او لاخر ومش لانه هن بدهم بس تعرضوا لظروف معينه ما قدروا يقدروا ذاتهم تربوا على انه انا بلشت حلقتي بانه في نسر كان محطوط بين الدجاجات وكان هالمزارع قايله للنسر انك دجاجه وكان هالنسر فكر كل وقت كل إنه الوقت انه هو دجاجه لما لما فلتوا تيطير تفاجأ انه في ثاني يوم رجع عم يبرم لانه تعود يكون دجاج طبعا فينا نتعود مرات نكون دجاج وما نكون نسوره لانه حدا قالنا ببساطه انه نحن دجاج بدي بالكاميرا لهالناس يلي مش عن قصد بس ما عم يعرفوا يقدروا حالهم ما عم يعرفوا يحبوا حالهم ما عم يعرفوا يتعاطوا مع حالهم باعتزاز يلي فرجيتينا اياه الليله شو بدك تقولي بدي اقول يعني لازم تصعب نفسكم عليكم اذا ما قدرتوها حرام يعني اليوم مثل ما قلت لك مينيموم اعرف قيمه حالي ومينيموم أقدر حالي و الانسان اللي ما بيقدر حاله واللي بيعرف قيمه حاله لازم يزعل على نفسه اذا ما بيعرف قيمه حاله مم. نحن بنعرف قيمتك ومنحبك وبنقدرك وبنقدرك على كل شي نيكول سابا نورتينا وشرفتينا بالحلقة الأولى من Thank صار you. وقتها ألف مبروك Thank صار you. وقتها نعرف قيمة حالنا وتعرف قيمة نفسك وألف مبروك يا ميلاد تستاهل كل خير وأنا دائما نحن بنجتمع على البوزيتيف انرجي يلي بتزرعها آه حواليك ومبروك وثانك يو للكل شكرا كثير نيكول شكرا ثانك هيدي هي نيكول سابا يلي اليوم معها حكينا عن تقدير الذات واخذنا وصفات لكيف ممكن نحب حالنا بحريه وننطلق ونطير وكنت طايره على فكره انت عم تحكي وصار <applause> وقت صار وقتها انه نحكي بالفرح والايجابيه وتقدير الذات الى اللقاء